خبراء التقنية. يسرها أن تقدم لكم هذا الإنتاج. الموسوعة الشاملة. هذا التطبيق يقوم بالبحث والتصفح في موقع الموسوعة الشاملة. والموسوعة الشاملة عبارة عن محرك بحث ضخم مدمج مع مكتبة علمية تضم في جنباتها آلاف الكتب والأبحاث العربية وغير العربية القديمة والحديثة في مجالات شتى. مميزات التطبيق: البحث بأي عبارة داخل الكتب، البحث في عناوين الكتب ومؤلفيها، تصفح أقسام الكتب وفهارسها، حفظ ما يهمكم من المواضيع في المفضلة، مشاركة المحتوى بروابط مباشرة من الموقع، توافقية تامة مع قارئ الشاشة. الموسوعة الشاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا بكم إلى التطبيق الرائع الموسوعة الشاملة. الموسوعة الشاملة الأجراءات. الموسوعة الشاملة بسيط جدا، عبارة عن تطبيق لنفس الموقع ندخل عليه. الموسوعة الشاملة. طبعا أكيد يشترط وجود النت حتى نتصفح هذا الموقع. أول خيار عندنا هذا الخيار يختص بنبذة عن التطبيق والتواصل مع مطوري هذا التطبيق. موقع الموسوعة الشاملة عنوان. طيب إذن هذا هو عنوان داخل التطبيق. زر. أول واحد، أول زر غير منطوق أو غير مسمى هو يدخل على الموقع مباشرة. زر. ثاني زر أيضا غير مسمى هو للدخول على صفحة التطبيق على أب ستور. طبعا مجرد ما نكتب الموسوعة الشاملة في الأب ستور مباشرة أول نتيجة. صفحة البحث الرئيسية. زر. صفحة البحث الرئيسية هي للبحث، البحث بأي كلمة، البحث بأي عبارة في هذه الكتب. آلاف الكتب موجودة هنا. الأقسام والكتب. زر. هنا الأقسام والكتب تحتوي على الأقسام، أقسام كبيرة جدا. البحث في عناوين وبطاقات الكتب. زر. هنا البحث، البحث المصغر، البحث فقط في عناوين الكتب كويس وبطاقاتها، يعني مقدمات الكتب سواء باسم الكتاب باسم المؤلف كلها. الآن نجربها ونستعرضها سريعا. المفضلات. زر. المفضلات هذه رائعة جدا جدا جدا، أي موضوع يعجبكم تستطيعون إضافته إلى المفضلات ومن ثم مشاركته عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي. المفضلات انتهى. إذن الآن نبدأ من جديد. أولا هذا قلناه. موقع الموسوعة. صفحة البحث الرئيسية. نبدأ في صفحة البحث الرئيسية، نجرب عليها، بعدين نجرب البحث المتقدم، وبعد ذلك نستعرض لكم الأقسام. نظرة فاحصة سريعة. صفحة الموسوعة الشاملة. طيب. موقع الموسوعة الشاملة. الآن زر الرجوع. الموسوعة أضخمي محرك. البداية أضخمي محرك بحث في الكتب الإسلامية والعربية. نعم. صورة البداية تمت. شرطة البحث المتقدم. شرطة الأقسام والكتب. شرطة مساعدة البحث في أقسام مختارة. رابط حقل النص. أبحث. زر. نستطيع أن نبحث في قسم معين، قسم الفقه، قسم التفسير، لكن الآن نكتب أي كلمة. نكتب مثلا كلمة فلوة. طبعا وردت بعض الأحاديث النبوية فيها كلمة فلوة، فنبحث عن هذه حقل النصي. الكلمة حقل النصي. فاء فاء باء لام لام راء. حتى أريكم، أنا اخترت هذه الكلمة متعمد حتى أريكم قوة هذا التطبيق. بحث بحث بحث.
الآن يبحث لنا في جميع الأقسام، يبحث لنا طبعا نستطيع تحديد قسم، لكن الآن نريد جميع الأقسام. أي كتاب، أي صفحة ترد فيه هذه العبارة وهذه الكلمة ننظر الآن. الآن بيعطينا على الأقسام، يعني بيقولنا مثلا في قسم التفسير كذا كذا نتيجة، في قسم الحديث كذا كذا نتيجة. جميع الأقسام، نتائج البحث عن فلوع في جميع الأقسام. طيب كم نتيجة؟ 687 عدد نتائج. شيء هائل، هذه كلمة يعني غريبة تعتبر، 600 نتيجة. عرض النتائج الواردة في قسم. طيب التفاسير رابط. التفاسير كم؟ 74. علوم القرآن 74 رابط. نتيجة علوم القرآن 7 نتائج. متون الحديث 92. متون الحديث 92، مثلا نختار متون الحديث. متون رابط. الحديث متون الحديث رابط. الآن سيأتينا ستأتينا أحاديث في يعني تعزى إلى حقل النصي إلى عشر كلمة، جميع الكلمات طبعا عشرة زر لما يقولنا عشرة يعني يعرض لنا 10 نتائج وبعدين نكمل، نستطيع أن نعرض أقل أو أكثر، لكن هو محطوط على 10 نتائج فقط. أي جميع الكلمات، متون الحديث، نتائج البحث عن 92 عدد نتائج 92. 10 عدد صفحات النتائج، 10 صفحات، كل صفحة نفترض فيها 10. واحد أول نتيجة، المسند الموضوع الجامعا للكتب العشرة رابط، متون الحديث. الآن بيأتينا هذا اسم الكتاب وهذا اسم القسم، الآن بيجينا نفس العبارة هذه، علامة الحذف، وأن كانت تمرة فتربو في كفى الرحم حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوح. طبعا هذا حديث موضوع يعني أو فصيله مت علامة الحذف. نأتي النتيجة الثانية، المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم. طيب رابط، متون الحديث، علامة الحذف، كفى الرحم حتى تكون أعظم من الجبل، وقال أبو نصر مثل الجبل كما يربي أحدكم فلوح أو فصيله لفظهما واحد، رواه مسلم عن قتيبة عن الليث الفلوى ولد الفرس والفصيل. طيب ندخل على هذه النتيجة مثلا، المسند اثنان بعد كلمة اثنين، المسند المستخرج على صحيح مسلم، المسند المستخرج على صحيح مسلم، نضغط عليه الآن الرجوع. بيدخلنا على طول مباشرة على صفحة هذه أو هذا الحديث. Next. Button. Next. معتم زر. Previous. معتم زر. طبعا previous يعني السابق. Previous. زر. هذا السابق. Next. ونكست ال يعني ال القادم. كويس يعني السابق والتالي. أقصد. بطاقة خط عمودي، بطاقة الكتاب. يعطينا هنا تعريف بالكتاب. تشكيل. ثلاثة. نستطيع إخفاء التشكيل، تشكيل بالحركات أو إظهاره. 300 باب 2200 لفظهما واحد، رواه الفلوع 2100 الفلوع ولد الفرس والف. طيب نبغى نحفظ هذه في المفضلة، كيف نسوي الفلوع؟ نروح على طبعا هنا نشارك هذه للمشاركة، طباعة، إرسال، إيميل، جوجل، تليجرام، واتساب، فيسبوك. هذا نرسل الرابط، نرسل رابط هذه العبارات أو هذه الصفحة. محرك البحث، خط عمودي، خط عمودي، بداية الصفحة التالية، خط عمودي، صفحة ثلاثة أشرطة، رواه مسلم 2000، رواه مسلم. لما نبغى نحفظ نبغى نحفظ مثلا هذه نضيفها إلى المفضلة، زر نضغط على هذا الزر، حقل النصي جاري، يقولنا اكتب، ادخل عنوان المفضلة، اكتب عنوان المفضلة مثلا، نكتب نقطة في البداية، نكتب حذف حديث مثلا، نكتب حديث حاء دال 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 ياء. اذا بطن زر، اول زر غير منطوق هو للحفظ في المفضل، مسافه غين عين غين فاء. لما نضع اضافه للمفضل في وسط الشاشه، زر الرجوع، حفظ زر، حفظ زر، خلاص حفظ، تنبيه تم الحفظ بالنجاح، ممتاز تم الحفظ بالنجاح، الغاء، خلاص زر الغاء، تم الحفظ. نيكست نحط الآن رجوع، زر الموسوعة، موقع الموسوعة الشاملة، موقع رجوع. الموسوعة الشاملة. إذن هذه هذا فقط للبحث في داخل الصفحات. طيب للبحث بعناوين الكتب مثلا نكتب الأقسام، البحث في عناوين وبطاقات البحث، هذا البحث الثاني الموسوعة الشاملة، نفس الشيء، حقل النصي، نكتب مثلا مرتين لحقل النصي، الطبري، ألف لام لام طاء طاء باء باء واو راء راء ياء يا بحث، جميع الأقسام، زر الطبري. الآن سيأتينا فقط الكتب التي مثلا كتبها من لقبه الطبري مثلا، جميع الأقسام، نتائج البحث 43 عدد نتائج. إذن 43 نتيجة، هذا يدل
لأن عدد قليل من النتائج هذا يدل فقط أنها في عناوين الكتب وبطاقاتها. عرض النتائج التفاسير خمسة. التفاسير خمسة. التفاسير. ندخل على التفاسير. التفاسير رابط. نحن فقط التفاسير. نريد أن نأخذ. حبل النص. أباح عشر أي جميع نتائج خمسة عدد النتائج الواحد. تفسير الطبري جامع البيان خلص. في هجر رابط. تفسير الطبري مثلا خلاص ما نبغى ندخل عليه لا. الآن نستعرض الأقسام حتى أريكم ضخامة هذا التطبيق. والله الاستفادة من هذا التطبيق متاحة للجميع، لذلك يعني لا يفوتكم أن تستفيدوا منه وأن تبلغوا من لم يصل شرح أو رابط هذا التطبيق حتى تعم الفائدة. صفحة طيب. البحث الرئيس الأقسام والكتب بقي لنا الأقسام والكتب المفضلات خلاص أخذناها. الآن لما ندخل على المفضلات نجد الحديث الذي كتبنا حديث. هذا هو. نبغى نحذف هذه المفضلة بإصبع واحد إلى الأعلى. حذف انتهى خلاص. المفضلات طيب. موقع الآن نرجع موقع أخيرا موقع نتصفح الأقسام البحث في الأقسام والكتب زر الأقسام والكتب الموسوعة هناك الشاملة. طبعا الموسوعة الشاملة موسوعة إسلامية ضخمة حتى في الفقه، مثلا هناك أقسام الفقه الحنفي الفقه الحنبلي الفقه المذاهب جميعا المذاهب الإسلامية. أيضا هناك أقسام المستعرضة. البداية شرطة البحث شرطة الشرطة مساعدة استعراض عناوين الكتب وتصفحها. طيب اختر القسم لعرض الكتب. القرآن الكريم رابط عشر علامة يساوي القرآن الكريم معلومه. التفاسير رابط. التجويد والقراءات علوم عشر علامة. متون الحديث شروح الأجزاء الحديثية مخطوطات كتب تخريج وزواء العلل وسؤال علوم الحديث كتب الألباني عشر علامة. العقيدة الفرق والرد عشر على أصول الفقه والسياسة الشرعية فقه حنفي فقه مالكي فقه شافعي فقه حنبلي فقه عام. الفتاوى بحوث ومساء عشر علامة. السيرة وشم التراجم وطب الأنساب التاريخ البلدان والجغرافيا وعشر علام. كتب لغة الأدب والبلاء الدواوين الشعري الغريب والمعاد النحو وصرف عشر علام. كتب ابن أبي الدم كتب ابن القيم شيء رائع كتب ابن عشر علام الدعوة والأخلاق كتب سلا عشر علام فهارس الجوامع محاضرات علوم أخرى رابط. ندخل على علوم أخرى علوم مثلاً. أخرى رابط نختار منها. طبعا أنا أخذ مثلا من العلوم الأخرى الموجودة تصفح في الستة. إذن هذه الآن العلوم الأخرى أربعة شرطات يعطينا جدول اسم الكتاب وبعد التصفح تصفح الكتاب رابط للتصفح. أنس الملا بوحش الفلا تصفح العمود إذ الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة تصفح الأشارات في علم العبارات تصفح العمود طيب. إثناء الأشارات في علم العبارات مثلا نضغط على هذا الكتاب ما نضغط عليه نضغط على التصفح تصفح العمود تصف زر الرجوع بالضبط. الآن بيعطينا نبذة عن الكتاب. الآن عندنا طريقتين للتنقل في صفحات الكتاب هذا. عندنا أولا previous زر previous السابق next زر التالي، وعندنا في آخر التطبيق الصفحة السابقة والصفحة التالية كل واحد كلها تؤدي إلى نفس الغرض. نبدأ زر بطاقة نسمع. الكتاب هنا زر. لإضافة الكتاب إلى المفضلة هذا الزر بطاقة الكتاب خط عمودي إخفاء التشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق آدم من طين ثم نفخ فيه روحا ثم فصل في إيضاح أدلة تدل على أن علم الرؤيا له أصل في الشريعة منها قوله تعالى واحدة الشرطة الصفحة السابقة رابط هنا الصفحة السابقة خط عمودي الصفحة التالية بيعلمنا احنا وين بداية الكتاب تمت زيارتها خط عمودي خط عمودي محرك البحث تمت بداية الصفحة التالية الصفحة التالية راب أسالحة جزء من 46 جزءا من النبوة قال الشهزوري في شرحه الفصل في بيان وبينت ما كان واحدة الشرطة المائلة الست الصفحة السابق خط عمودي خط عمودي الصفحة بداية الكتاب تمت زيارة هكذا نستطيع أن نتصفح الكتاب نستطيع أن نتصفح الكتاب مثلا بالفهرس إذا وضع فهرس معين إلى غير ذلك. إذن هذا هو هنا لإرساله عن طريق خطي برامج محرك التواصل تويتر راب محرك التويتر تويتر مثلا فيسبوك واتساب لو ضغطنا على واحدة منها بيحولنا على طول يحولنا هذا الرابط. موقع رائع الشكر موصول لكم على استماعكم وإنصاتكم. الشكر موصول لأخي الشيخ فهد بن هادي آل سعد القحطاني جزاه الله خير الذي دلني على هذا التطبيق الرائع. استودعكم الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.